بسم الله الرحمن الرحيم. متحدثكم أتحدث إليكم وأنا قد تواصلت مع الكنترول الرئيسي وهو الرقم المصري. ودفعت $200 أمريكي وتم تفعيل جوالي كرقم متسابق، الآن لدي رقم متسابق وهو 00966505607560. مرة أخرى، رقم السحب هو رقم جوالي وهو واتساب 00966550560705710. تملكت هذا الرقم وسوف يتاح لي مدة من 600 إلى 1000 دقيقة لإعطاء 40 فيديو. كل سبت سيذاع فيديو أو هذا الرسالة الصوتية هذه، وسوف أمنح قناة تصويت باسمي للمسابقة أو تسجيل. الرجاء سجلوا معي، الرجاء سجلوا معي، صوتوا لي. إذا صوتوا لي سوف أمنحكم أرقام لدخول المسابقة أو للسحب. أنا أمتلك 1000 رقم للسحب ب$80 لكي تشاركوا بالتصويت لي في المرحلة الأولى. سوف أذهب إلى الشريحة الثانية. إذن مجددا مرحبا بكم معي، أنا المتسابق من خارج مصر، وهذا رقم التسابق الواتساب تبعي، أخذته من مصر، اتصلت بالكنترول من مصر ودفعت $200، والآن أعطوني هم 100 رقم متسابق، كل رقم ب$80 للمرحلة الأولى. من يريد التسابق سواء اتصل بالكنترولر الرئيسي أو اتصل به، سوف يتم الاتصال به و تسجيله.
لكي تشارك في المسابقة ما عليك إلا أن ترسل تعليق على هذا الفيديو في الأول، رسالة صوتية في الأول تذكر اسمك ثم تعلق في دقيقة، إما بسؤال، طبعا رسالة صوتية في أقل من دقيقة، إما بسؤال أو بأي تعليق، والكنترول سيتصل بك. ارسل على أحد الرقمين، لو اتصلت على الرقم الأول من مصر سوف يحول الرسالة إلي وسأتواصل معك لكي أدلك على تسجيلك في السحب، كيف تسجل. يعني أنا أستطيع أسجلك $80 فقط، أما مصر لن يسجلوك إلا $200 الرقم المصري. فاتصل بي. شكرا. أيضا أنا مستثمر في المسابقة في التدريب، سوف ندرب من يعمل في الكول سنتر وإعطاء تدريب إذا فاز. لدي 10 بإذن الله في خلال هذه المرحلة الأولى حتى بداية السنة 2021، لدي 10 فرص للتوظيف براتب $1000 في برنامج أو في الشريحة الأولى. الجائزة $100,000، سوف أختار 10 من 100. شكراً.